سناب العاشرة قلت والله ما عيدها يا أخوي. تسني مبطي ما أعرف أمسك الكاميرا، تسني متأخر عنكم، تسني ما أدري كيف أوصف لكم. ما حالتي يتمثل حالة اللي توظف ويروحناها له بعيد ويجيهم بعد مدة، يجلس معهم دوبي هارج دوبي يتكلم نفس الشعور. علومكم وزادكم من أخبار وعلوم، بشرون عنكم مع الصيفية والعطل والدنيا هذه اللي هذا تمد وهذا حبلها من وراها، الله يكفينا شرها. صيفين الشوارع البواري طاطات بيبيب ديديد، حنا من خينا ذانينا مرة ما نهرج، أخذت الأسبوع ولا ما جلست. أنتم العهد بي يوم جينا من الجنوب عند نياق أبو حشر، ها بعدها ما قعدت تبشركم، رحت القطر وأخذت لي فترة وأدور لي موتر، ورحت بعدها للرياض وبرحت بعدها للقصيم، وجيت وانا القطر رعاتي ورديهم طراف جدة، امشيهم يومين مدري ثلاثة واردهم. نبى نحجز نبى نروح للنمسا التركي لندن، قلت والله وانا ابوكم انا ما ارتاح في الديار هذه، غيري يرتاح ويعرف يتعامل ومتمرس، انا والله اني لا شبكم، لو امرض احد منكم ما ادري كيف اعالجي، ما خلوكم هنا. اقنعتهم بالتي هي احسن، وما يستريح على ادمي حتى يعيش بواقعيه، لا رضيت بواقعيك صح كل عنك راضي. وهذه علومي شواهر ظواهر عندكم يمين يسار، علم ما سمعناه، علم ظريف شيء ما درنا عنه، ترى ما ادري عن احد مره. طبيت في سوق القصيم وشريته وصدرت لي ناس عليهم تواصين، من عقب حررته على اسمي وجيت وفكيت بابه، شفت ما يبهر العين تقول الانترف مرحبا يا ابو غالي، البقى يا اخوي خلودي، مبروك مبروك الرنج، الله يبارك فيك ويشرفك. يا ولد انت انت يبالك كوايه يا ولد، الرنج ايش توابه يا ولد؟ ابى متع عمري زال اني حي. متع عمرك وش اخليها لمن؟ تمشي على سيكل. ها لو تمشي على سيكل وش المشكله؟ بعدين ليش ما بنيت لهذول بيت؟ هذول عيونهم تقول بجورات، هذول عام مساكنين في بيت ما بساكنين في الشارع. هذا بيت سهل بن غانم ما بيتك. وانا ولد من؟ انت ولد سهل بس انك خلاص رحت، تتقعد متى لو تتقعد لمتى؟ والله الشغله فيها ضحكه، يمكن تاخذها انت. ايه باخذ انا، تراك مستحيل شقتي ترى. وعد انا اقدم منك واكبر منك واخوك. اقدم مني تستحيل شقتي، انا وين اسكن بعدين؟ انا اسكن مع امك تحت، انت واخوك اصغر. والله ما تروح تسكن مع امك انت. انا رجال كبير. انت رجال كبير راح يعيش ويرعى امك. خلاص رجال كبير تتقعد عندك. يا بالله يحدث بعد ذلك امرا ان شاء الله. ما حد يموت من الدنيا هذه ويروح لان ياخذ رزقه اللي كاتبه الله لي. لا رزقك يبا يجيك. هلا هلا هلا. ابوي والله ما ادري يا ابوي. ايش فيكم عسى ما شر؟ والله ما تدري. لا لا علم علم خلاص. ايش علم ويش؟ ما في شيء يرعى مغري بابي. ايش حياة ايش قال؟ ليه؟ قال انا ويرعنا بابي. خلنا بالعكس هذا الدان. التخبط السيارات عبد. رايح دام صلب. رايح دام صلب وانا وش؟ ايش يابا هو؟ يقول ليش تشتري رنج؟ باقي خاش الربح حلالي، هذا اللي ناباك. هذا اللي باقي يا ابوي. عادي والله ما له حل، اذا رجال فلوس تعب حلو. ما انت نصحته؟ اي نصحته خلاص. بعدين ما تقول لابوي مبروك على التورينج، ما تقول ابوي قايل له مبروك قبل لا تقول لي انت. بارك البارح. انت يوم تدافع عنه ليش؟ ما دافع، انا بقول صحيح. عقب كلب التورينج هذا ما عاد توقفه يا رجال. قال ان الحاجه اللي شارينها الناس قدامك انها ما هي طيبه. طب دار مهرن لا يعرف يسير سيارات ولا يدري بالله حاسي يا ابوي. والله حاسي لخبط فيه، بس البخاخات مو ترى جديده ولا اصلا. هذا من قوه محافظ تعال يا رحمن، المفروض قاعد على شغل الحين يحوس فيها ويدوس ويغير، وكل ما قالوا له شيء قال يلا شيلوه. كل لو قاعد عليك سنت احسن. لا ما بحق سيارات. زيد سلم لي على اللي تود.
حيثك بخيص في مظنة فوادي يزيد عمك تو ما بحسد وعينها محاربها الذي ذرقات يزيد من عقبك تعرض شدة أنا ونفسي دائما في جهادي يزيد تدبير الولي من يرده مال الفتاة عند برة الله قادم يزيد بعد اللي مضى شوف ضده لو ذهب الحال لو أنا فادي يزيد مالي غاية مجري هدة مدى ما طابت جروحي وكادي يزيد لو مركاج زل ومخدة كني على شوك الكتاد الحدادي يزيد قلبي فيه همني كده يرعى فوادي مثل رعي الجرادي يزيد لو ينصد والله بصد هل جرى نكد زماني وزادي يزيد زاد الغيظ وزر يتعد فيما مضى يزيد ماني جوادي يزيد رب البيت عني يلده من غيظ غيظه غاضني يا سنادي يزيد سوى الناس صعب المرد ومن لا تحفظ غلطوا هالعباد سلام الله الله انا الليله نرخيها على بندر علم غلطاته علامه هو يقول انا ما مثلي وانا اعرفه بس سيارات وانا يمشي على الموتر 3 سنين بدون عفريته ما طبعا عنها يقول موتر اصلا ما يبنشر انا بنشر لو بنشر حمله والله اني شاريها امس من المحلات يوم بتشتري ما في عفريت ما ادري والله انه يقول موتر انا ما يبنشر وازن على الشعره واعرف وش فيه هلا تقول هلا الحين قال لا بد انا اعرف السيارات معك حنا في الزمن كلين يقول اني من كبار الزول اللي تنصها الرجال الطيبين واني وريث اللي يعنون الخيول واني حفيد اللي يفكون السجين من اللي يقول اني ردي ولا ختول حتى اخونا العالم يقول اني يمين مسالم مهمطي يقول اني رسول انا لله مرسل للمسلمين وابليس يدعى الناس للكفر ويقول اني اخاف الله رب العالمين.